ancient monuments. إننا كلا البلدين لديهم حوالي 80% من الآثار في العالم. شكرا جزيلا مع السفير على هذه المقابلة. شكرا جزيلا على أثني عبد الستار بركات حول الأوضاع الاقتصادية، هل هي تحسنت؟ هل هناك انعكاس على المواطن اليوناني أم لا؟ تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة في اليونان قبيل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بداية العام المقبل، وبالرغم من آمال الحكومة ومعها الدائنين الدوليين بإعادة البلاد إلى النمو والأسواق الدولية قريبا، إلا أن الاحتجاجات والتظاهرات ضد الإصلاحات الاقتصادية ما زالت مستمرة وتكلف الدولة خسائر فادحة. عند تأسيس الاتحاد الأوروبي عام 1957 أو ما عرف وقتها بالمجموعة الأوروبية، كان من المتفق عليه الوقوف على قدر المسؤولية مع الدول الضعيفة والفقيرة، ولذلك كنا ننتظر التضامن مع الشعب اليوناني، وخصوصا بعد ظهور الأزمة بقوة عام 2010. لابد من ممارسة الضغوط على البرلمان الأوروبي وأيضا البرلمان اليوناني لاتخاذ قرارات إيجابية بالنسبة للمواطنين، وخصوصا بعد أن تم تخفيض المرتبات وزيادة الضرائب. ولابد على خبراء ترويكا التعامل مع الأزمة اليونانية بروح التضامن ومساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والعائلات. وأوضح أن سبب الوصول لهذه الأزمة هو بسبب تبذير المال العام خلال الفترة الماضية، لا سيما في السنوات الأخيرة. وتجري الحكومة محادثات شاقة مع خبراء الترويكا، وهم من الدائنين للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الموازنة للعام الجديد، وألا يتحمل الشعب إجراءات تقشفية إضافية، وتحت ضغوط المعارضة تناقش الحكومة قضايا سياسية متواصلة مثل رفع القيود عن الرهن العقاري والتسريح الجماعي في القطاع الخاص وتطبيق الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم. نحن مجموعة من أساتذة التعليم الفني، ولنا نحو 4 أشهر يتم مراوغتنا، ويقولون لنا أنه لم يتم تسريحنا، ولكن نحن في الشارع لأن أسماؤنا في قائمة التسريح من العمل. والشيء الأسوأ أن الطلاب، وخصوصا هؤلاء الذين يدرسون في السنوات النهائية، ليس لديهم أساتذة لتعليمهم، ولذلك نحن هنا في التظاهرات. ومن مقر وزارة الخارجية وسط أثينا تم الإعلان عن أولويات اليونان خلال فترة رئاسة الاتحاد الأوروبي في حضور عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي. ومن الأولويات العمل على تعزيز فكرة التكامل الأوروبي والمشروع الديمقراطي والحقوق الأساسية والعدالة وإبراز صورة اليونان في مواجهة الأزمة المالية ومحاربة الفاشية وحماية الحدود البحرية الجنوبية لأوروبا. بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ونشل البلاد من الأزمة المالية، إلا أن هناك قطاع كبير من المتضررين يواصلون الاحتجاجات في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. عبد الستار بركات لبرنامج على ضفاف المتوسط، أثينا. تابعنا مع حضراتكم في حلقة الأسبوع الماضي التطورات الأخيرة بشأن الأزمة ما بين أوكرانيا وما بين الاتحاد الأوروبي بسبب تجميد أوكرانيا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. الجديد أن القضاء الأوكراني منع الاحتجاجات داخل شوارع أوكرانيا حتى 7 يناير القادم. هذه المظاهرات أو الاحتجاجات التي استمرت على مدار الأسبوع بأكمله، وجاء بعد أن جمد الرئيس الأوكراني يانكوفيتش اتفاقية كما أسلفت مع الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية كان من شأنها أن تفتح الحدود أمام البضائع وأن تخفف من قيود السفر بين أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي. يانكوفيتش أقر بأن قراره جاء بضغط من روسيا، واعتبر أنه أوكرانيا ليس في وسعها أن تضحي بالتجارة مع موسكو. في المقابل
فيتالي كلاتشكو هو زعيم المعارضة داخل أوكرانيا، دعا حكومة كييف بالاستقالة، وقال كمان أنه هذه الحكومة ضيعت حلم أوكرانيا بالوحدة الأوروبية. الأسبوع الماضي استطلعنا الآراء والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر من داخل عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل. الآن نتوجه مباشرة إلى موسكو، معنا من هناك السيد فيتشلاف ماتوزوف المحلل السياسي. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. مساء الخير، مرحبا. طيب التفاصيل الخاصة بعلاقة روسيا بهذا الأمر من وجهة نظرك. طبعا تطورات على الساحة الأوكرانية اليوم لا شك أن هذا التطورات خطيرة، لأن أوكرانيا كدولة مستقلة كانت منقسمة من زمان، من أيام تواجه بين يانوكوفيتش وتيموشينكا، وكانت تيموشينكا تترشح كرئيسة الدولة الأوكرانية، وفاز هذا المعركة الانتخابية يانوكوفيتش. واليوم نتيجة اقتراحات الأوروبية لتوقيع مع أوروبا اتفاقية انضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا رفضت. لماذا؟ لأن ليس تحت ضغط روسيا، ولكن روسيا واضحة تماما إذا أوكرانيا توقع هذا الانضمام، روسيا يبنى الجدار الجمركي مع أوكرانيا، لأن روسيا لا تحب أن مواد استهلاكية من أوروبا عبر أوكرانيا يدخل السوق الروسي بدون أي حدود، بدون أي التزامات أمام ميزانية الروسية. ولذلك علاقات اقتصادية بين أوكرانيا وروسيا عميقة جدا، وإذا أوروبا يحب انضمام أوكرانيا إلى صفوفها هي تأخذ على مسؤولية اقتصاد أوكرانيا. ورئيس يعني التأثير من وجهة نظر حضرتك سيقع في النهاية على أوكرانيا، لكن ماذا على التأثير على الاقتصاد الروسي؟ هل هناك من تخوف؟ وروسيا رفضت هذا الأسلوب، هي قالت أنا ما في مانع من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تفضلوا، ولكن تأخذ بعين الاعتبار أن علاقات اقتصادية بيننا سيكون مختلفة تماما من علاقات الحالية. وتعويضا لهذه الخسارة، رئيس أوكراني طلب من الاتحاد الأوروبي 160 مليار دولار أو يورو، يورو، تعويضا للخسائر إذا هم يقطعوا علاقات اقتصادية مع روسيا. أوروبا مش مستعدة أن يتولى مسؤولية الاقتصادية والمصاريف الأوكرانية على عواتقه. هم قالوا انضموا ولكن بدون أي تعويضات. وهذا هو كانت مشكلة الأساسية أمام رئيس أوكراني، أنه امتنع من توقيع هذه الاتفاقية في إحدى الجمهوريات البلطية الليتوانية. يعني هذا الأمر سيد فيتشلاف ينطبق على الدول الأخرى التي كان من المفترض أيضا أن توقع على هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كبيلاروسيا، جورجيا، مولدوفيا، أرمينيا، أذربيجان. هذا الأمر ينطبق أيضا على هذه الدول، ولكن هذه الدول مثلا جورجيا لا علاقة متينة مع روسيا اقتصاديا، أرمينيا كثيرا ولكن جورجيا لا، ومولدوفا كذلك تخسر، لأن هي إذا أوكرانيا لا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ومولدوفا مرتبطة اقتصاديا، لأن مواد استهلاكية التي تنتج في مولدوفا سوق الطبيعي أوكرانيا وروسيا، وكل العمال الآن في منشآت في موسكو أو في مناطق روسية أخرى هم جايين يد العاملة من مولدوفا، وهم يربحون من تعاون هذا. إذا انضمام إلى أوروبا يعملوا جدار جمارك وبيعملوا جدار تأشيرات الدخول، وهذا هو مشكلة اقتصادية ليست أي سياسة. روسيا لا تضغط على أوكرانيا، مولدوفا أو أرمينيا أو جورجيا، خليهم يحسبوا. الحسابات يدل على أنه فوائد تلك الدول اقتصادية هي مع روسيا ليست مع الاتحاد الأوروبي. أشكرك شكرا جزيلا. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد فيتشلاف ماتوزوف المحلل السياسي، حدثتنا مباشرة عبر السكايب من موسكو.
نتحول إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي إحياء الذكرى 40 لرحيل عميد الأدب العربي طه حسين. هذه الأمسية الثقافية عقدتها السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي أيضا أو بالتعاون مع المعهد الفرنسي هنا في القاهرة إحياء لهذه الذكرى لهذه الشخصية الفريدة التي أثرت العالم العربي وأيضا العالم الغربي بمجموعة من الأدبيات واعتبر أيضا أنها همزة الوصل والتواصل ما بين العالم العربي وبين الغرب. فلنتابع هذا التقرير. طه حسين همزة الوصل بين مصر وفرنسا. تحت هذا العنوان احتفل المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة بتكريم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بالذكرى 40 لرحيله. المفترض اليوم هو الاحتفال بمرور 40 عاما على وفاة طه حسين. هو حدث مهم جدا وهناك سببين لأهمية هذا الحدث. الأول هو رؤيته في الكتابة للأحداث العالمية وكتاباته التي كانت دائما حاضرة. هو المفكر الذي وضع حقوق التعليم والمساواة والعدالة الاجتماعية. والسبب الثاني هو أن طه حسين كان همزة وصل بين مصر وفرنسا. مهم جدا أن احنا نعيد قراءة طه حسين مرة أخرى ونشوف ايه اللي تحقق من رؤيته في الثقافة في التعليم في الديمقراطية في كثير من مناحي الحياة اللي كان يستفيد منها فيما نحن بصدد التفكير فيه للمستقبل. الذكرى 40 لرحيل المفكر العالمي جاءت الإشارة لدوره في إثراء الحركة الفكرية وحداثة فكره الذي سبق كثيرا معاصريه ومجهوداته في التقارب المصري الفرنسي. طه حسين بالنسبة للفرنسيين عالم من أعلام الثقافة العالمية، وحتى على المستوى الفرنسي يعني كتب كتير ترجمت لطه حسين ولازال حتى اليوم يعني طه حسين يعتبر من الكتاب المهمين جدا مش بس على المستوى الروائي يعني إنما على المستوى الفكري. فحتى طه حسين مثلا راح اليونسكو وألقى خطاب بالفرنسية لأنه كان يتحدث الفرنسية تماما وكان عاصفة من التصفيق. فطه حسين بالنسبة للفرنسيين إنسان مهم جدا. الاحتفال استعرض أيضا حياة طه حسين منذ نشأته في أسرة بسيطة الحال وكذلك فقده لبصره في 30 مرورا بحصوله على منحة للدراسة وصولا إلى منصب ما يعادل وقتها وزير التعليم في مصر. وتطرق الاحتفال إلى دور زوجته الفرنسية في حياته وصحبتها له في رحلاته. ورغم مرور السنوات سيظل طه حسين منبرا مضيئا لشعبه وسيذكر التاريخ دائما دوره الاجتماعي والسياسي في مصر. بسم الشاعر النيل. أحياء ذكرى أديب العالم العربي طه حسين هو أيضا نقطة النهاية في هذه الحلقة من على ضفاف المتوسط. ألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء. We'll be right back.